في وقته. الجامعة العامة للتعليم الأساسي دونك تحركات للقطاع بداية من يوم غد. الجامعة تؤكد وأن المفاوضات مع وزارة الإشراف متوقفة وأن آخر جلسة كانت بتاريخ 3 مايو 2023، وأعلنت الجامعة عن تمسك المربين بالمضي قدما في تحركاتهم المنبثقة عن آخر هيئة إدارية نهار 9 مايو بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث وتنفيذ وقفات احتجاجية تنطلق يوم غد. البداية باش تكون بوقفات احتجاجية وتتوج بيوم غضب وطني. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التحركات هذه معنا الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي سي توفيق الشابي. صباح خير ونهارك زين. صباح خير ومرحبا بك بكافة المستمعين. يعيشك، أهلا وسهلا بك. دونك سي توفيق، احتجاجات ستتوج بيوم غضب تمسك بحجب الأعداد اللي الثلاثي الأول والثاني والثالث، هذا نلقاوها حسب ما قلتوا لنا أنتوما حسب الجامعة. وفي المقابل وزير التربية يؤكد وأنه فما تفاعل من عديد المربين وأنه قاعدين يعطيوا في الأعداد. دونك احنا ما فهمناش تو وين احنا بالضبط؟ وين احنا؟ المهم شكرا للدعوة. بالنسبة إلى الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم 9 مايو والتي قدم لها يعني المحصول التفاوضي الذي يعني نتيجة جلسات مع وزارة التربية، وفي الحقيقة هو مواجه محصول تفاوضي لأنه لم نتفاوض في مطالب القطاع وإنما كان التفاوض في تفعيل اتفاق 16 نوفمبر واللي إلى حد الآن عدة شاف الليجان لم تنهي أشغالها بعد ومن المفروض رأوا أنها تشغالها في نوفمبر، ثم تفعيل محضر جلسة 1 مارس 2021 واللي أصبحنا نتفاوض في مخرجاته يعني وليس تفعيله. هذا يعني اللي قدم للهيئة الإدارية ما هيش مقترحات من وزارة التربية وإنما تراجعات على مكتسبات وعلى اتفاقات يعني صارت سابقا. الهيئة الإدارية بطبيعة الحال بعد تقييمها لذلك اتخذت جملة من القرارات وهي مواصلة يعني الحجب بالنسبة للثلاثي الأول والثاني والثالث وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية تتوج بيوم غضب وطني. الجامعة العامة تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية اجتمعت ووقع تقسيم البلاد إلى 4 أقاليم وستنطلق يعني التحركات الجهوية ابتداء من يوم الغد 23 مايو. سيكون إقليم الجنوب وهنالك وقفة بساعة في المدارس من 9 إلى 10 ثم تجمع أمام المندوبيات الجهوية. يوم 25 سيكون الإقليم الثاني وهو إقليم الشمال وزايد زغوان ولا أخرى من استحضار بالضبط. نفس الشيء زاد وقفة بساعة ثم تجمعات أمام المندوبيات الجهوية. يوم 26 الإقليم الثالث وهو إقليم يعني الساحل ويكون يعني وقفة بساعة في كافة المدارس ثم تجمع بالمندوبيات الجهوية، والأقليم الأخير هو تونس الكبرى زايد بنزرت ونابل وسيكون نفس الشيء. بالنسبة إلى ما شرح به السيد، نحب ناخذ تعليقك لو كان تسمح سي توفيق على التصريح الأخير لوزير التربية حول السير نحو التواصل إلى اتفاق قريب مع النقابات، وقال أيضا وأنه فما ديجا شكون اللي بداوا يرجعوا في الأعداد ويصبوا في الأعداد. شو بالنسبة للاتفاق، احنا نأكد لك أن آخر جلسة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية كانت يوم 3 مايو وليس هنالك اتصال وليس هنالك تفاوض إلى غير ذلك. هما قاعد يتفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي باعتبار عندها إدارية ومازالت مفتوحة لليوم،
ولكن بالنسبة للجامعة العامة للتعليم الأساسي المفاوضات معطلة منذ بداية ماي إلى حد الآن. بالنسبة إلى أن هنالك من نزل الأعداد هذا ليس بجديد، يعني هنالك بعض زملاء اللي نزل الأعداد وهذا نعترف به حتى إحنا، ولكن نحن له في يعني حراك جماهيري اللي يعد تقريبا 74 ألف مدرس بطبيعة الحال مستجد حالات، وهذا اللي يهمنا احنا النسبة نتاع المقاطعة هي نسبة مرتفعة ومرتفعة جدا، يعني مانيش نحكي على بعض أشخاص، وهذا وارد حتى في ضرباتنا في العهد السابق في عهد المرحوم الزين كانت نسب تتفاوت في الجهات، هذه تنجح لك 90% الأخرى تنجح لك 70% الأخرى تنجح لك 80% إلى غير ذلك. نحن مناسك التجمع نحبه 99.99%، ولكن يفترض أن في وزارة تحترم نفسها وحكومة تحترم نفسها، إذا كان عندك يعني نسبة هامة من المدرسين يعني عبروا على غضبهم وعلى احتجاجهم، يفترض أنك تبحث عن الحلول مش تبحث على تبريراتها وهنالك من نزل الأعداد أو إلى غير ذلك، ومش تلتجئ زاد إلى التهديد والوعيد كما صدر ذلك في بيان وزارة التربية ب 15 مايو والذي فيه تهديد ووعيد وفيه محاولة لتأليب الرأي العام على والأولياء. فما حديث على الأجور زيادة اليوم، فما ما يتم تداوله اليوم حول فرضية حجب الأجور مقابل حجب الأعداد، هذا نقرأ فيه في برشا صفحات. هو 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 ما نحكوش على صفحات وعلى الفيسبوك وعلى، اما احنا اذا كان بالطريقه نتاعو هو انه حجب الاعداد، احنا قمنا ب ما هو على عتقل من المشمولات، يعني عددنا الاختبارات انجزناها اصلحناها، مكننا التلاميذ من اعدادهم، مكننا الاولياء من الاطلاع عليه، واذا كان يحكي على حجب الاعداد وحجب الاجور قل هو ارجع احجب من الثلاثي الاول والثلاثي الثاني وانت ماشي والثلاثي الثالث، هذا تيو حتى القضاء وبث لصالح يعني القضية التي رفعت ضد الجامعتين يعني بعدم سماع الدعوة إلى غير ذلك. فالأولى والأحرى أن نبحث عن الحلول، مش نتوخى سياسة سواء الترهيب ولا التخويف ولا الوعيد ولا المغالطة زادة إلى غير ذلك، لأن في البيان أيضا إضافة إلى التهديد بالحجب إلى غير ذلك بحجب المرتبات هنالك زادة مغالطة للرأي العام، أنه تمكننا من يعني تسوية المتخلدات من 2019، احنا ما عندناش حتى متخلدات من 2019، احنا عندنا محضر جلسة 1 مارس 2021 وقع يعني التراجع فيه. يعني احنا نرى ان الوقت ما زال وبإمكاننا، واحنا خيارنا الأفضل هو الحوار وهو التفاوض لي يعني فرض الإشكاليات وإيجاد حلول، ما هوش الهروب إلى الأمام والتصعيد، لأن لا يفيد لا أبنانا ولا يفيد المنظومة التربوية ولا يفيد الجميع. شكرا لك سيد توفيق الشبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي. في وقته عندك ما تعلق؟ التعليق عفيف، هكا هو قعدنا في حلقة مفرغة ما بين النقابات، وصلنا توا نهاية العام، نهاية العام عدينا الجمعة ونص، تروا تريمستر تعداو، حلقة مفرغة، الأولياء عندهم الحق، التلاميذ عندهم الحق، كنت متفائلة جدا بما أنه الوزير هو ابن الاتحاد، وقلت أنه باش يفهموا بعضهم أكثر لأنه من داخل الاتحاد. صحيح. إن شاء الله عموما باقي الجامعة تقول لك التفاوض والحوار والنقاش، إن شاء الله يوصلوا إلى حلول عبر التفاوض في أقرب وقت. باش نرجعوا مرة أخرى احنا مباشرة مع